حيسام متقبلات التلفزيون قار أفريقيا يوم كما يودنا قدام بحديث قاشاي ما تقامكم لنا نايوم قاشاينا السيد محمد سعيد عبدالله بروح لتبهل هتو حتى منا رأيهم سنوطات ديب قربات لتنحو وأسكا أذي بهجياهم هجيا تقرايت للتحبنو وقل أطورة وقل يتبدو منهم منا لعلوة حتلو لبلو أوروتو كا يوم غشينا فنتويتو صبت اللي أشعار لكتب وتقري وبعربي أكتبت لكتبة غشاي قل قبقتو كمتابعة كير وبركة إن شاء الله مثل سعيد فسعيد أسناي دحن متأكا حزوماتنا عندك بكا حزومات تلفزيون كارافريكا فأسناي دحن متأكا ومن وقتك وقت لالي في الهلا بنكرعتكم ومن شغلك كمان إلا فرصة إلا لهبكنا دي برنامجنا تجرباتك وأشكالك قلت شارك مثلنا دي برنامجنا متركبك بسمية تلفزيون كارافريقيا حمدك كمن اللي ندأت لنا تأولاي سألناتو إلا أولاي سأل اللي يقول كل قدام لنا سألوتو لنفر منتو وطايا عبا عبايات أرثريين كلها سرى دي قبت عدي بقبي سرى دي بقربات سبت قبي التاك والاكا وطايا عبيكا ومدرسكا ودي بلجوء كفوليكا للبلا أسئلة كل دول عند الدقاقم ولن سألهم أسئلتهم كبقى ولا يسأل من أنبت سعيد عبدالله بروح منتو مثل نفسك قلت أمرنا نعم شكرا فاتنا وأشكر القائمين على هذا التلفزيون أبقى بيكي قلهم بامان قلل لفرصة الله لركبكو بزح حمدكم كلكم هذا سميه كم صلى بكم سعيد عبد الله بروح أو محمد سعيد عبد الله بروح بهل أنا سنة 1963 ولود أنا ديب قرية أو بلدة عد عشكر في وادي عوبل جنوب غرب مندفرة ولود أنا جزوري أو ما بقالي أو جزورية دبر قدمتو منو والعال من قدم عقام بصا عقام التأسب قندع عد بروح ديبوتم لبزح لكن أبويا مثل أربع حوهو أظنه بدري في وقت مبكر اللي قلاقل نبر علو اللي لا قبي لا لعبي باطع لقايش قبي باطع وان قنحي قلب كل هلا يسار تجمع يوعي لها اللي قلاق البهل أبي كديبو نبر علو وأبوية واحتمال ديبو ولدو قبو لأن أبوهم مبعبي حمد بروح مثل عد حالو ديبو ساكنة مثل عد أو عشيرة عد عشكر تبهل ديبو نبرو أذي اللي مساكبهم ديبو تللي لا يوم قحتي لا يلبل اللي سم اللي بدير متركبتي نبل لعنا اللي ما يفشاش لبل متركبتي ومكينو لا لمحاز مشوغاي العطو اللي تاد ديبو نبرو علو اللي لقبي لا شعب قايشات ريكوما قب منا والعل أرداد عشكرتو اللي لا مساكب لنا ومنو تحت عائلتو أزي عدنا سب حرس ونوايف وسب حرس ونواي سب لأمانة وسورة سورة سلام تبصحهم كم صلى أحمد الشيخ حلقلهم سب كو ساقو معلو عدنا اللي قلاقل ياملا هرورو ويام صحايو لعلق يشعلو وزحبه إيش سك من دفرة حلفه وتحت محاز عبيل له وده قعوب البهل ما شاء الله حوالي سبع عدوتها تجري من دل سمر لقي سهل لديه
أنا ديب والودانا نسبك ونساقم نسبك ونساقم إلا أظن بدريت اللي احتمال أنا ده يتولد اللي 67 اللي منخفضات لقراء بعد جماعية وان حصلت وقراء وان حارقة واللي أظن إلا وقت اللي ديب شوية زك بيرو يقبلوا من فترة طويلة ف. قيم يجيبوا شوية نوعا ما اضطهاد على مضايقات على بس لروحهم سلموا وقبت له قبت له أغلبية مسيحية لك بس سنبت قبا إسلام دي بسرائيل على ولا باللي كلو زي جوال على ولا باللي على شوية أفضل وضعهم من منخفضات على في ذلك الوقت أيوة أذي أنا دي بقندع درسكو ابتدائي دي ما حد قندع درسكو أقوه طبعا اللي حصله حروب والوضع الأمني قدام قل الجاء السبدة فمنه سك سودان لجأكو كم قدامي سودان مسيكو بزحي قسيكون دي بسودان 67 76 سودان مزيحي قسيكوني ف من حد رقب قدي بسعودية حالي على ديبو فمن حد قدم قلنا وأنا ومجموعة من اللي هياميه ومن حد رقبنا ودي بسعودية درسكم المرحلة المتوسطة والسنوية وجامعات هذا كلية اللغة العربية قسم بلاغة وأدب منها خرجكم بهلتو سنة 1986 خرجكم هذه السنة لها وديعكم على 86 نسع إريتريا وقوانين لا جامعات مثل أن دي بكل أكان إنسان أتنوما من قبي من حتى عقد تبو ماس أنت قلت درس هو يسمح كان قلت شكي أتنوما من قبي تقبل يعني أكان من الأتيكة فقلنا سودان تلنقيش فلازم نفقر يعني فديبو نفقر بيه فقل أقبل حزي يكون سودان ودعو إرتيا كوي على حقوها قل أوروبا قل هاجر فكركو وديبو مشا بزح مشاكل على طبعا فلجامعات لجواز جواز كيت هيا بكاني ديبا أنا دي مدينة درس عالكو دي جدا مكتب على تابع للا جامعات لا جوازك دي مندوب لأوكو عند خروج ودو ديبو وتذكرتك ومنو تستلمو ودمين تمثي مسيكا مطار قيش ومننا مطار مقادرة ورقت مطار كم قيسكا من نعد كم قعسكا سبات لما تسولو قلنا نفر لدمنيني وبطاقته يبوك عامتو أزيد يقولي فرصة عرضنا جوازك اللي انتهى صبت قروب على هبوني تقول جدد بالقوم ولا جدود سفارة السودانية فهبوني تقول جدد فإنداي بالصدي بوم دبل جدا دسعين دسعة تأشيرة رقبكو عن طريق واحد اسمه دانيل دي بسفارات معروف بديبو وتأشيرات لزبه تأشيرة جددايو وتأشيرة زبط كديبو و عند الموضوع عند اللي يقول عند يكون تذكرة مسبيلين تذكرة من هنا وهنا ب 3000 ذهاب وإياب بتكوه بقوته عند زبط أيوة مسيني حقها هبا قروش بيرين قروش صنحن بيلكو التخطو قلني بست بيلكو قلمي بس أنت صنح بيلكو لا تذكرة بلسكوا سبت كش دافع أنا بلسوا قلي فتحتها ومننا جلند بلاسكو أقول 1500 هبو وخلاص حقوها تجامع بيسكو فدلو اللي تأشيرات وتذكرات هبوني ده سك سودان تايبو كاتم وتذكرات سك سودان هبوني ولا جواز ديبا مندوب لأكو أنا جيسكو قل لما لا من جديد تذكرات زابيك وسكين قروش ندو السكو وخلاص الصبح لا عرفنا رحلة لمندوب
اسمه الشيخ مصفر فكنت استغرب انا مصفر لسمو ابسينتا وتا ابساد يكون فعلى كل حال قال سافر اللي هو بالكو ديب دمين بيني ورا على من اللي هي يقول لهم سيكو قال بصحني وورقه اثبات قال لهم سيقولوا موعد الطائرة اختلف عليه أنت ماشي وين بين ما ماشي السودان لا أنا لقيت منحة ماشي سويسرا أدرس أنا ما يعني قلت له كيف هذا الرجل تردد يعني لازم الواحد يمشي بلده أو من السودان من أخان من نمسيكا فإنسان كنا شوية أنا وقتها بكوني مع السلامة شيخ مسور إديها بكوة ولا جواز مدد كنت لا جواز صحبة بالكوة الرجل استغرب ثم بله وبالله قادر كو سعودية وأثناء سعوديين ديقي حبت يمرني كين من هلا أروحون على بيوم يعني بيوم يومين قدام عنوان بيني حسين علي حاطت أو موسى حاطت منادل على برضو ديبو ما زعل فعنوان اخواننا بالهند بجنيف العلا وقولها بيني مطار كاريكو منو تاكسينا سوكت عنوان جيسكو تعمارت جيسكو تباب بطر وقفولتو يعني فيه ارقام كودات ويلي ف في الفقرة ما عرف سمان سنة عمره ولا سع سنة فتحك ما بلاش انت تسحبك تعمارت اتبينكو كان لي للفندق يكون وشنطة تسحب ميو برا في غريني لجنا لجنا ثم بيلك انا ف اتصبر نفس النفرين لرسالة كتبق لي على كان لنفر اللي حسان سعوده واللي واللي للبل فقر بيلو لنفرين كروا هتوم قبوا كبتوني وحرب صحوني لكن دي بحد زي على كل حال دي بفترة كالأوكو كم شهر وجماعتي ستوكولم على الأمر روم يعني جواز لأخو بليه أخونا إبراهيم عثمان في ستوكولم محمود شيخ عمر الله يرحمه فأبو ستوكولم واصل قبالته دي بستوكولم دي مطار طبعا ثلاث يوم حجزوني ومنه دخلت السويد وكل لغة بيكني أيوه كلها لغة بيكنا هذا هذا كله من مدول ولدك والتعبيك وحقوه أي كل المراحل اللي بدحناه ديب سعودية لقبا ديب سودان لقبا وسويت كم أتيك الحالة كفوتة كفوتة تقول أنت بدير مثل أنا عدك مثل أبوك مثل عدك حاضر قندا عنده ليك القبا وما القبا دي بعوبة عنده ليك على كل حال دي بجو أرتري عنده ليك الحالة مو فرق على ديبا ديبا منابرات القبا ولا دول ولا مواطنين كفر من سودان أسك سعود يعني يجيس ناي أوروبا ناي بون تاريخ فنتي لبيلا سبطو بون نقول نمتحق ولا سويد أتيكا دي بسعودية تدور لهي كفا على مواطنين لو قد كم يوم يكون وقت لهي اللي انتم عالكم التو وقت بعدتو وقزل هلا وقت بعدتو كفا على المواطنين قلكم قل لهم من حات لما تقوم طبعا بينكم يكون للدرسو مثل لها مواطنين دي قلت أنحوتهم للدرسو فكفا على تقول لقربة دي بسودان بزحي تنحكان لكن قلت أنحكا دي بوقت كفا على ودي بسعودية أسك أسكلا أسكلا فصلات ممكا ومن جامعة واصلك كمان رأيهم وقت لي فلمجتمعنا السعودية كفل رأيكم على قولكم قول لهم أجانب من حفل مطقكم وكنتوا إلى مثلكم أنت مدرسة الدرسة على وقف على علاقاتكم ممثل كمثل أجانب تو ولا كمثل ألبت حتى مدرسة الهلو تو حلكم قفوت اللي شوية توضح من طيبنا لأنه لك فنات وقدام لك فنات تجاربنا قربة الله أيوة إذا حقولا سويد كم مسيكو طبعا سويد قدام ممكن سمعوه سويد بلد الكتب والتأليف وجوائز نوبل وآداب بلد مشهور بالقراءة والكتابة سويد
وهذا قلق بلي حزين أسبابه ميتو ممكن أسبابه ممكن الطقس له دور بديبه لجو بروت قدام دايما دي بيته فوقت بديبه هواياته قل مارس يعني اللي اكتبع الكتابات اللي اكتبع القليل اللي ده لأرد للجغرافيا ناتهم كمان قبل أنا اللي وجهت نظرية الجغرافيا تأرد ريم فمصر لعجور فمصر عجورات ريام تلخريطة فالقدام فاح بيلته تباعد اجتماعي يعني إذا دي بكورونا البالة اللي سوسيال ديستانس دبلو فالقدام من حد دي بقابات فح بلامتهم كل أورو كل قارد دي بقابات ساكنة تحد جيران كي تأمرني هذا الأرد أرد قراءات وكتابات فبيلكو زينا اللي مشوار لطويل من عد لفقركو دي بسودان دي بسعودية دي بأوروبا هذا فرصة يعني اهتماماتنا كتابات بالكتابة السبديكو دي بسوين أيوة هذا بدير عندك إيش من الشديب اللي رأيش سجل لعب يبا ذاكرتش كل سجولته فأوان لك الكتاب حظه كل رئيوه عندك كتب لأكان بالكتاب بالوصفة لحظه كنا رئيه تتريني كل شيء فكتب كو كل الكتاب الأول لبيناهم الميلاد الجديد الوطن والحياة اللي بيناه اللي عبارة عن سيرة ذاتية اللي كتبكو من أوان من عد فقر كدي بسودان دي بحدود سودان لأول مرة تركات الميلاد الجديد بتملى كتاب الأولاي لكتبكه فطبعا لما تقبلتنا لكتاب ممثل وحقيقة خمسلت الكتاب كتبكم هلق الأمر ضل سميتنا إلى كتاب ومدول كتب قهو دول شارح قليه لأكتبت دباء شاشة قدم اندقان حالة سميته لما تقبلتنا أو لما تابعتنا حرق ذلر أو ممكن لاستفيده من دباء آخر أيوة هذا الكتاب ميتو الميلاد الجديد يعني تسميته تجوه كل محتوى بديب ميلاد الجديد يعني لسبب لتسمية ميتا لإنسان الإنسان حتى مرة تتولد من أمه حتى ولد يعني ولادة حقيقية حتى مرة تتولد وحتى مرة ميت إلا موت وحياة لكن دي بقى الدنيا وفي مسرح الحياة إنسان عصر مرة ميت عصر مرة حي إنسان لا سمح الله ورند حم بزح وإن ده تعالى يا وحياة من قبي اللي زي من جديد حياة بهلت شعب دي بعدو سكوب لعلى وقصون لعلى ودي بيته وقريته اللي حرب عندما تصعود واللجي وللدمر اللي موتا عندنا دلا وعند كافحة وعند استشهادة ولا كفلة عند كفلة عدو بلسا ودي وعدو ركبة عندما يتعلم من جديد حياة مهلت فلا تسميات ممكن من دي اللي عنده بقصد فهذا اللي كله كتب كديب أنا من نهار سودان بصحنا من انت من الشنت وأسكاي انت إلا نسأل السؤال تن دي بي اللي قربت واجهة يعني من انت دي سودان دائما معانات على دي تسافري قدر تسريح قدام كريكا وبزح معانات على من ضمن على أشياء برضو بدل حركة بلو أنا قل هيدا وانجيسكو سنة 1990 سعبت ديبا ممكن عقد ودق الكمازون عقد محلي محكمة قلتي بس ممنوع على زي أمرنا الودع بالأجنبي غير مواطن ممنوع وخلاص إلا يعني جوازات قيش ومعتمد اللاجئين قيش ومقيش ورسائل وإلي 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 بزح إجراءات مرة كتب كذي الزواج والهوية ندبيلكو هداية وهوية يعني حتى الإنسان من نعت كذول فقل قلت هدية ما مشكلته فبزح معانات على دي بإلي إذا أنا المشكلة شيء مرات حتى كان حتى لاجين قيش عنا حملت واجهتنا يعني
لاجين بزحو ديبا مدينة القدار فو عربتنا اي جيش مسيت وصف ابترو قدام لمو من السوق وخلاص انا جماعت عرم سيه من اللي اميتهم والسالوكا لشرطة تعال جنسك شنو البلوكا سوى داني بلكم قبب بلق سي البلوكا ارتقى اهكم قبب سوى بلق بلوكا ازانا لا اصلي فق المياني فجماعات كلهم سوداني سوداني ساكن وين دار السلام ساكن وين امشي بلوهم انا قل يبا اصحو تعال جنسك شنو تم بلكم يقدر كون السوداني قل يبا الله ابدا يتفقر يفقر مياني خلاص السكوت علامة الرضا امشي اركب طلعوني فوق ازلي المعانات على ازلي نوسك فحته يعني انا قمو فقركو من عجيه اريتري انا ثبت بيلكو فقركو ازي قمي انا اريتري انا نقبل نقلمي يعني معاني ظروف الليت لكن دي بقى ايام شباب على وحماس على وكل على بزح معانات على دي بسعودية التوقت له حق حيش حبت واجهة تنيني أنا ابن الشيء أمرنا الدام بعيد أما نحط مسيحه احترام يعني شوية دي بسعودية ليام له طولة اللسان علاني يعني الإخوان في السودان ناس طيبين وكريمين قلبهم أبيض دبولهم قدام لكن شوية في ألفاظ يعني مش كله ده يقبي بعد السفهاء شوية يعني بعد الألفاظ الله يعني شوية مضايقات فدي بسعودية سبت أتمم كل مدرسة برضه دي بالكتاب اللي كتبكوه من جديد هاجركو هذه الأوان لها إن دي أورو تعليمت ما معدو بالأقبول فديبو برضو جزء اللي مكتبكو الهجرة في موسم الحصاد الهجرة أورو إن دي حرص على وأكل كم أتا وأكل عجد وأكل كتاءاته اللغة اللي بدل أكل كتاءاته وتحفز ممكن قال حصل وقدام هرب فمن جديد نحدك هو جيش من جديد انصر دول هاجركو اللي بدي بلا معالجة الكتاب انصر كم مسيحو أزل للا من أنت للبل هويته زي انصر كم مسيحو يعني منا لا عبا حرية الانصر وإنسانية الليت وكلها الله لكن لا تعب ولا معاناة لا بزحات انسر بإنسر أوروبا مرة فكان أزميته لكان لسأنكو العلقو الهوية الوطنية الأولى لعد سأنكو سودان كما سيكو برضو لعد سأنكو بعيد فرق إعلاني للقات مشكلتي على فنجي وفنجا سودان للون حتيتو للون ديب سودان للقات ترجماني حزيكون ديبو للون ولا ديب سعودية فرق علان انصار كان مسيحو فرق عبي مش الهوية الوطنية يكون هويات بزح قريب الوجه واليد واللسان واللون لونكا كله هذا اللي بزح بحسكو ديبو اللي ف ديبا كتاب الله الهوية شوية يعني بين كدول قبي قرون تبحس ديبا هوية ميتة وكم هوية اللي تقل الإنسان كم هوية بديبو ف مركب قول الإنسان ثلاث هوية رئيسية بديبو ثلاث هوية تحت في التكليل أجرنا الهوية الوطنية اللي هو الأرض إنسر أبا عربي كتب على القيقون فمرخبكو تحت الطين طين تحت الطين هو الأرض إنسر عجين لكبد
عجين وينصر دين عجين تين عجين دين تحت لكلا غير كلا واتانتو انصر اللي لا لنبراتو واللي لفكرتو للدين لفكر كل انصر الله وكل انصر سلا من حد اكيا لكلا غير لبتر ديبا لا اكانتا الا كل فرصحه قول اكان لبكا وممكن اورن بر أمبل عتكا خارج عتكا نبر ولو كوين بار نبر أمبل دين ما نبر قال شوعيين الله وقال علمانيين الله وقال كل أورا نبر لكن إلا لا لا لك أفأتا لا إلا كبد لك أفأتا إلا كبد إنسان جوعان قبي يقتل يتجسس يسرق يبيع وطنه وحصله مثلا امر يعني ف وحقوق زحويات الهويه هويه اللون هويه البيئه اللغه بزح مشاكل واجهين ننصر فحقوها سنه وان لا كتبكو حقوها السودان كم جسكو 90 نهاية 89 سودان كم جسكو جماعة للسلونها كفورها بكهروبا لبلوني أوروبا قلت أمر حزيكم أيها يلا سمع أوروبا عدعوا عدعباي تورتا من قبل ربشنكي تعورتا مدروم عدوم فتوة مدروم دالي زلم كرم وحقاي بيوتهم ملؤتهم من بلع وستاي عدوم سن فتوة وخدومة من نحري لبلوسان عدو الأمومة قدام بعدي فتو سليم لبو كيح قراك حموك وقدميك هجية للب ريح أنست وتبعد كل مسل شكي فينبين بلع الهوي من الهوي حزي حمس يوم شقوه كل يوم سعسعوه من حد حتى يسطر ويحبعوه الأيام تلي هذا ممكن يغير رأيي وهكذا أنسوم سعادي براطاته دي بشوارع الساعة بطارات دي بيركب زح كتب كدي أيوة قل له ديبو أربع كفر ركب كها بلوكا أنت كفر كم ركب كها بشعر ندوديك بحنيت بكتوب وبهذا جيب عدت فهمهم بشعر ندوديك بحكر لبيلة متمثل لحد عاداتها ولا مدى وكفوته ولا بيئة كفوته ولا قدام كفو قدام لتحضر اللي كله بشعر شرحكه وقلوه ما شاء الله نعم نعم أيوة لأن حتى السويدين إلا بالمناسبة قبل مناسبة تلفزيون قارة أفريقيا ملكي مرض حتى دي مشروع شقيكو دي بيوتبوري برضو قارة أفريقيا دبيلو متحف على ف عادات وتقاليدنا قرن أفريقيا الحزي اللي نبيله وأنا مجموعات منهم اشتركوا ودي بالمتحف مشروع ودينا عنا فإلا أن ده ترجمة دي بقروا على ونوصهم قبلوا قيسوا إيديا يعني لو وصف قلنا مجتمعهم عجبيهم مرة قروا على لا ولا بعدات وصف وديك إلا وغيره برضو بعد المختطفات منا كتاب أن ده ترجموا دي بقى قزاز لم تحف علوق على الفترة سنتين ثلاثة من دي الكتاب جزء منه 2004 فأزميته ربع قال له شباب لأولادنا يعني لهاجروا البحر بصحراء لما يتو لهلو يتهاجروا يتبن لهم انت ما نوش انت هلية كاكم سلوه دي هغلي بلونيته لا هاجروا بقبي سنين شكاو وقلوا سبطوا بقبي سنين هاجروا فربا ربا تحالفني تقبل أسك ربا بقسكو سيما حتى يوسكو علت إيه حقلكو قبل عالكو ربا لقيش لتعلم عدو قل المفاع من جهل قل السلم من يرقب بح وأكام براقة تبعتنا بشليلو وأنستنا براقة مال يكون وراحة تعليم يكون وحباً من أشك أقل كبيجي ومن تعلم أبعداي هداي يكون وحساي
من الشقق الكبيرة ومن تعلم أب عداية حسان قد دلوا وولت لازيت ناس أزمة وإسيت تهاجيت عاداتنا ترفع وهكذا أسك اللي تأوروبا يعني سليم أنا بيلو بالإفقار من حاجه وسليم أنا بيلو فرهكو دي ابن في الشيء وبيت من قسيكو حزيكو قمشي أكيد تالله يهو تبدا قم تسبح مسيه التني ويتمسيه فكل مساوي هلا ديبا كل شيء سهل يكون ديب ما شاء الله قال لي اني بالك قدر هذا سعيد من حنيت هجيا او قلورت نفر حنيت تشرح قلو وكنا مثل واللي بلو سعيد ابشعر قل افهم قال له قلو قني بالك قدر ايوه نعم ايوه صحيح فطبعا الشعر دي بعربي البلو او حديثه لان من الشعر الحكمه ابشعر له تبلو أوقع يعني هدفه لبتسح بزح وأمثال البلو يعني هجيام مثل وقبي أبسلل يعني أكثر للسمع وأكثر بتسح بهلته فدي بالأوروبا طبعا بداية وان مسي سهل يكون مجتمع جديد يعني دي بسودان أنا بزح قيسنا ورحقنا لبلعنا لكن يرحقناني أرد يبوست يعني أرد سودان بصحنا نسع أردتين ريال لدبرا نرئي من كسلاو للي نرئي رحوق يعني لكن السعودية وان تعديكو بحر شوية حسيت أن أنا رحق اللي ما يقبع بحر فنجي وفنجي لعجي أزميت اللي كله دي بروبا كم هاجر كل نهار لها من سعودية خلاص شوية لا نفره ورحق اللي يكون نبل شوية 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 تحس بالخوف فره إيه لأنها من سعودية بقسكوا طائرة العصر على فعلا فنجيش عني تأملت كده وصحاي ودق علت فصحاي ريكو دي بشباك دائما شباك قسوا خلاص صحاي ريكو أها بيركو صحاي كمان تهاجر اللي صحاي كمان قرب جيش على الدوان ودك على وأنا برضو بهاجر اللي الشمس أيضا تهاجر أنا بيني يكون هاجر اللي الشمس أيضا تهاجر حقها نهار كريكو دي بستوكهولم شهر 11 على أرد ثلوج بارد حقوها كريكو الأرد رأي لتريد بيئة جديدة دي بسعودية صحراء دي بسودان صحراء لا تلجريكو منا مطار كان فور كولي أجنيت التلهو بدي بحلة كوفة تليج عربات من سلة قبي سرن حقوها أنا ذاكرتش قرق بلد دي بسودان تليج نتزاب عنا صف نقانا دي بشهر رمضان ويلي تلجرون سر قيمة لبوني دي يعني الصور لصور تلازي ترئيكا كفوت كين وكفوت إنسر لبيئة هذا المجتمع اللي مجتمع سعبته دي بقرب يعني إنسان بالذات هو نقوش مطا فمن ضمن الأشياء اللي كتبكوه يعني أي مجتمع جديد وأنت مطي يعني مجتمع كمسل هايويتو موتروي أو هايوي بعد الطرق اللي من هنا إنسر من هنا سك ألمانيا جيش أربع قبيب ديب اتجاه واحد أربع سيارات بسل قيش هذا قل بالراحة قل يكسل حذا يمين ثبت لقد باكل هلا شوية سرعات يسار لقيش اللي بس لسعه لحصل لحصل موت وحياته هذا المجتمع وانت قتل المجتمع كنا بديبه مسارات بديبه خمسال هايوي موتر بي فقال جماعة لما تقول شباب يعني سريعة تودي المجتمع كم صار العربات سريعة اللي هم بطرق وسائل يعني مثل قدام
أجيد أتو، لكن اللي ممكن بتصح لغات لتعلمه أجيد أتو، لكن دمانة اللي ممكن بدو اللي يمين ثبت أنا عادة أشغل حافظته واللي ندبيلك يمين كثبت أبى عربيات كبر راح جيش اللي ما تم اجتماع بالراحة لقيسة ممكن تأخر التهجية وممكن التعادات أجيد يتعلمني اجتماعيات قدام أجيد يلمدني، لكن طريق السلامات اللي تلا اللي فإنسان يبسلف صعوبة على قدام يتأمرني بجح معانات على، لكن أيام لما تسينا احنا دي بتمدينتنا قدمينا لعلو جماعة علو بدير كان دلينا إن أمر من الله من الله من ضمنهم أخونا عبد الله منتاي عد حيوت علو كلهم أخونا محمد صفاف على الله يرحمه حامس صالح مودوي على كلهم ركبنا أذي من ضمنهم مجموعة مثل المسينة أخونا عبد الله حاج الله يرحمه بزح دور على ولو نصر دي يوتوبوريتو الله يرحم لا دورو كفو على أذي هتو الله يرحمه إن شاء الله فمثلنا إيهلاني لدول مسلول عليكم قلنا حدا يسلمو قلنا لغات لي الأمرو قلنا لحد إيه الأمرو غاشاي دول مصي مكرا يقولوا إيه الأمرني لنفر للتحضروا وتوت للحاضروا فكمثال لبيلكها عبد الحاج كفو على المرحوم عبد الحاج كفو على دي بتحضرات أرترين ومتكباتهم وسدايتهم ووطنهم قلت تحصروا وأرترين حدهم قلت يعني مثلا على تقولوا حقو دي بالأشكال كنا لما مثل أشكال ديبو حقو نشط على كفو على ايوه طبعا ازي انا وعبد الله من ضمن جماعه مسلمه زينا احنا حتى سويد وانا تينا حتى سمي مع عسكر مسلعنا ومسلمي حتى قريه وزعنا قبل دخولنا ليوتبوري ازي لو وقت لهي لايام تقريبا لايام حقول احنا مسينات الجاليه الاريتريه الجاليه الاسلاميه الاريتريه تاسست في ستوكهولم أو في تبوري فرع ودو تأسست ولا أيام يعني كان نشيطة عباية على تلجالية من ضمنهم يعني ناس كثيرين كانوا نشطاء صراحة كثيرين على وديبة ناس يعني بكل اتجاهاته بكل آراء وأفكار ناس كثيرة كان فيها عبد الله كان من الناس من ضمنهم نشيطين لعلو الأخ عبد الله اللي يرحمه نشيط على الأخ محمد صفاف نشيط على بزحام علو عبد الله منتاي طبعا هذا بدر دي مسنحنا وكان نشاطه كبير في مجاله يعني حتى مجاله ناتو لهتو أم نبو لكن اللي جاليات يعني عبد الله على ديبا مسينا والنشيط على الله يرحمه ورجل يعني نشيط حمام كويل بل تعب كويل بل يعني الأيام اللي هو إذا جالة تعبيت ونشاطة بزحة ومخيمات على مخيم سيف نودع عوائل ونتسعروا من جميع السويد يعني متسع على ديو اللي دوحي تبور قب على من ستوكهولم يعني كان ناس كثيرين أخونا محمود شيخ عمر كان من أنشط ناس على وبزحام على وقيرهم مازال أسماء يوم يتذكروني بزح على قدام ديب اللي جاليات مخيم سيفي ديبو برامج سابتا معنا برامج ترفيهي ودق لهم عالكو أنا كمان أشعار لي برنامج السمر لولا سابتا معنا الله سجول الله سجدي بشريطات كمان الشريطة القديمة ديبو قدام عشان يترفوه لا أشعار ببعض اللغات بكل اللغات نودينا مسرحيات واللي نود عنا فمن ضمن المشاركين عنا يعني بزحام عنا يكون عبدالنشيط على
يعملها موتا قصيدة كتب قديبو زي يهليت نمسيين ديكون يعني كان الله يرحمه رجل نشيط وقال ليكم من آية على طبعا التيكم بهلت كن نشاطات قلتي دو أبو والقدام قلت أكفا قعوب هلت شوية انتبهوا أو ما هي يعني المجتمع أسكله مدو بنا يهجيا وكم سولك كمان لجالة إسلامية على تكا قدام دي بحدوم جمع على تكا لدخل من آية على أهلي تقول التيكم من آية على لا ما شاء الله هنا البلد بلد السويد بلد الجمعيات هو جمعيات سكما زهل هذا شوية دعفان ديكم يعني في صخاء وبذل جمعيات ونشاط وديك من قبي يعني دعم على من حكومة دعم على دعم للأقليات لغة الأم وعادات الإنسان لمجتمع العادات وندي لبدي فهذا بالنسبة حتى للسويد للمجتمعات الغربية مهم وعادات جديدة اللي تجيبهم دماء جديدة اللي تجيب العد فالعادات واللي شجعوه ودعمها له انت يعني نشاطات كان ده غربها في دعم سنة ومزي دعم على كابن كيف عادة تقول انت اللي كل دعم من دولة التهيب العلا حنا تنفعنا منه او استفيدنا تقول ايوه مخيمات قلي قبو من على مخيمات ايجار اشتراكات زي مي كلا إريتريين ما إلا لبنان تعود ثقافتنا نظام وانتظام لبون اشتراكات قدام يدفعن كله من 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 ميت من حم من ميت نفر كم نفر دفع يدفعون يدفعني نلتزمني فلا اللي لمساعدات لما تي التأجار جيش معزم وذيب نشاطات جيش ديبوت يعني في محاسبات على كل شيء يعني ديبو جيش هذا ديبا أكتبت قلنا قبلتو ديبا أكتبتنا قلنا قبلتو فالأول كتاب الميلاد الجديد تلويل كله لطبقنا إلى كتاب ميلويل أمالك أداميت عندنا هاجة ملي حالك حياتي كلها من أرتريا فقوركو دل إلا كتكو ودل صادفتني ودل أنا من عجل الركبة وجبني كقربات بسبب قربات من عجل إيركوكو بسبب استعمار لبيلكاهو كل لكتكاهو خطوات كاتب الميلاد الجديد لتبل تجواها ندأتيكا من ومي ومي مهلا دي بالكتاب أيوة أزيك أمسال لبيلكو من نهار حدود السودان أتيكو من انت من انا را امر كل سؤال لي في اللي منند بقسكو لي من انت بزح باب كبير باب الهويه دي بكتاب مره كبير كل لواجهني كتب عليك ولا دي بسفر لك بدي ولي لك دي ورقات لك بدي منديل لك كتب وكريو سك فرصه تركب كله من ضمن دي بسودان لواجهني يا امله هدايه عقد بالأجنبي قبيني اللي باب عبي كتب قديم الزواج والهوية كفو مهم تلوطن هسك هداية عقد قلتي دي كويس لإجراءات قلت تتنقل مرة 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 مهمته يعني واللي زمن اللي لبعد انت من وين من الشنطة دي بي مضايقات حتى من المدرسين اللي في السعوديين ده اللي أنا يعني واللي زي يعني اللي بصح كمان أنا مشكلة لابوني إخواننا جيراننا في السودان وبالذات في مصر إريتريا يأمروني ولا متعمدين توم يأمرني مدرسين كبار لدرسوا على ودي بجامعات إريتريا أنت وين إريتريا البلاك اللي زي يعني تحترق من جواك يعني إنسان أفريقيا لبعوسة على ودي مدرس دي أفريقيا جيش واللي جيش
إرتريا الأمر بقولي الأمور أي حزون يمثل الأهرامات هي في التأهرامات أو برج القاهرة منفجر إرتريا الرياء كفاية الأمر راني. فبعد المدرس على قلي أنا دي بسعودية الأستاذ رجب كاتب لي خذي بكتاب اللي أستاذ سأل أنا لتعرف دي من قلة طلبات أنت من وين من إرتريا وين إرتريا إرتريا أنا أمر لكم ما قلي بلتو لكن يعني كنت أكزم قايزي أقول له إرتريا تحدها من السودان من كذا وجيبوتي من كذا وكذا 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 البلاد وكذا وكذا أها قصدك الحبشة البلاد في الأخير لا ده قصدك أنت مش قصدي أقول له ودي بيقول فصل أنا وتو أكاي مقرح على قلنا دي فصل الأستاذ رجب كاتب فيه صفحة وخلاص لا ده قصدك أقوله أقوان ده شرح أنا كن رؤيو لأن يا ابني ما تعاين لي كده اللي خلاص معليش البلد لا يا أستاذ أنا كنا حقيقة حكوني يفهمنا حسته بلو. لازم كنا جنح وانت من كهركات وكنا أنا من كهر جنح وليكم اللي دبيا كان أزي اللي يعني جرح سبب جيبك انت بسبب اللي منعتك فاقر انت وإنسان متعلم أستاذ ومعلم كدول كنا وديك اللي زمننا إلى طلبات من أفريقيا لمسينا العلو اللي زمننا اللهم معذورين توم يعني اللهم وبزحام دي بأي أكان دي بأي أكان يعني اللي مضايقات اللي مرة شوش دي بك حقوها دي كل فترة اللي مضايقات اللي انتين دي بسعودية مرة كان عندي خالتي قلت أبحث عنها ساكنين في عمارة جديدة فدي بندقايش مع البقالة على سعودي قلت له عمي هنا في إريتريين ساكنين في العمارة فالبني له ويش هو إريتريين قلت له بني آدم بشر زيك والله ما أنا داري فاللي تعذره زي إنسان بدوي وكده لكن اللهم المدرسين اللهم يتعذرون يعني ف اللي مضايقات اللي على بزح على فدي بيقول لي كمان فقرات كاتبه اللي قلت الكتاب من الذي يحدد هويات الآخرين ما أنتوا الهويات ما نحدد لنا ما أنتوا أنا جيبوتي أنا صومالي أنا مصري أنا إريتري أنا ما أنتوا الحددوا لي الأمم المتحدة لا منظمة الوحدة الأفريقية لا أنا اللي أقول من أنا أنا تلا أنا من أنا أبل فمن دي اللي انت بقسكو يعني دي بيلي حار قلنا اختموا بباطو قصيدة اللي أزي اللي تلا لمعانات العلا انت انتاني أنت لست أنت من اللي خفى الله ورول سألك من انت البلاكا أنا فلان فلان أنا من إريتريا وبكل أدب تقول له إريتريا تقع كده وكده وكده لا 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 أنت إريتريا أنت لك إذا من دلة تأكل أبون يعني فبزح على المعاناة هذه بكتاب كل كتب قديم سكن هاري سعودية جيسكوب تائرة دي بإلي قلاقل مهلينا مشوقا إلي بولا كان لعدنا وان قلاقل مصر أكتر دي بس مسكبوهم على نايد هاللينا صورت مسيت سلا حالا ورد حوان عيرت التعريب مصو وسلحهم لنطفو والكش كش 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 بالسلاح وحقوا مسيكو أنا ما حد رسالكو إجازة مسيكو ولا مسؤول يا ريس مو سباتكو ها اللي حم سعيد بقول اللي درس واللي ما حد ها كفر ليك أيبا قرم مدرس ليك ولا ندرس لغات ندرس قرآن ندرس هايبة يعني قرآن وعربية ديهما بلو بلو كراوة كله تعلموا بيهن هذه صورتهم لسلاح عندي لنطفو يرسعكوني من برسودان طائرة وان عرقو يعني أربط الحزام لتب الفقه هاللي لا أسابلة طائرة الحزام وان أسره ومثل جا 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 جا
سجلكو بالكل لي لحادثة لصورة الديب لرئي ديب مشوغاي لرئي هو لأصواته تذكرين تذكرين لصوته ولحزام لأسرة يعني خلاص هجرة جديدة ومن جديد استعدت يعني من جديد فكل شيء لا واجهة كأبا أبا وطن صورته فأنت لو وطن تفقريك مشكلة فكل شيء يعني أبا وطن أسورته كل حاجة لأن بالله من ضمن الأشياء دي بكتاب برضو بزح أشياء اللي كتاب كوا ممكن نقبل له برضو فبزح اللي إلها الله يعني هذا من ضمن حتى مرض يعني لندن سوفر عالكو وتأخركو زحمت العد والمطار عبيت هيترو فعند إسعين 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 طائرة العرة وبردو للا بس عالكو بدلات وكرافات والليل يام شوية فتع عالكو بالإيدايا شباب عالكو أزي طائرة وان لبك قلت بقصاتة ما سيكو بيلون العفش إذا منو انتبار حق عرة عند إسعين 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 لك درجات طويلة عرقو دي بطائرة الدام كل بس عرقتو لرقم يدور ولرقم يرغبكو قصي بيلكو ديبا أكان وأنا هنافي وبيل قصي كان بيلكو التمقابي اللي خواجة أورو تناستلين لبلني الله أكبر إلا ناس أنا من جوا مرة اللي قابلو تعبان ويلي تناستلين لبلني الله أزيه توب بمسلين مسكين معذورته سلام للبني لا خلاص لكن أنا خلاص من جوا اللي قبلكم تم بالكم فك هدي شوية هذا أكو بعدين شوية بالكو أنا إريتري أثيوبي أنا إريتري أنا شوف أنت في الزرف ده أورو من أورو تعليم أو أثيوبي أو قلم من ذلك خواجة كمان ما تمتم سبلا مشكلة فأسك اللي يعني ده معاناة تعلت هذا ديبان ده أقبلكو بزحام لهجية تقرأيت أو أي هجية هجية أم دي بأرتريا أي أكان تأبت إحن دبيلو ولسألو ويلحزون كمان تقرأ كمان عند الأمورة وعند سمعوا قلت هاجوكو با قل فهموا با وقل أفهموا با يلحزوني وهتا دول تريا هجي أمهم وهجي أبوهم تأبوهم وأمهم ممكن عربه قيام يكون الله جاء البند اللي تهاجه وبند اللي تفهمه وبند الحكمه واللي تحكمه ممكن موتون بالبع عاداتنا بهلته فبزحام دارسام اللو وبالذات بالذات اللهم دي الدول العرب اللي درسوا اللي تقرأيت كل رأسه قل اسمعوا يلحزوني كأقل ميتو العربي تأبديتو مسلهم ولا الهجي أم قبب دي بس أبدها اللي أقلومتو ولا ميت ولا إيه فهمتني بلس كمني بل لقفوت مثلك إحنا لو ديناه قال ديب أنتو بزحام اترأسنا ودوه لهم بل قلمي أنا من أرطري أنا نحاريا ده نفحكو وسقاجيا ده نفحكو وانتاتك أكل حد انتات لا لسألنها لندكريكو أنا من أرطري أنا وأرطري دولة رحالة قدرت وحدودة لبديباتها ودي بقر أفريقيا تتركب مثل سودان جيبوتي وأسوبيا وريم جنراريب أو طرف بحر لهذا أقل دولتها لكن حريتي ركبتني بسبت بزحام سبقوت أتوبيا تستعمرها سبت الليت من عدنا فقرنا دي يكون عدبنا من إنبل كلنا دلقتها لنا رأينا إلهم الإرترياء شوية كمسال حاجتني إيش لنص ودحان وقبعت بالبرعيكا كفوت الإيرلي ايوه زي سؤال مره اللي مهمته مره انا من ضمنهم عربي ابل عليكم انا من ضمنهم انا فتره بدري واسك اجنيتي تقري علمكمني عربي علمكم وبرضو ما خسراني زي اب عربي لتفاهموا لكن العربي دي بقى كان تقري على حساب تقري قلت بقى لبان عربي نحن لا تقري نوصى عربيته تقرين وصا عربيتها ولا عربي بحكم الدين وحكم اللغة والقرآن العربي هلقنا
أنا من ضمنهم العلقة أنا أزي مثل الله عمر ومثل الله خبراته إلي ودي إنصر أي واحد لغة أمه ودي بالله عاد ما رشجعوا لغة الأم لغة أمه وقال أقبل ذا دي بالله نقطة لكن لغة أمته اللي اختياره لبالتاني ما نلقى الأمه لحرة دي اللي تخلق أنا أمي فلانة الفلانة تندبيلها لحربه ما في حد اختار أمه كان ولدها وأبوه أبوه اختار أمه بالمختارة ينأمرني وحقه ولدها لجنة أمه قلت حقه لا ولدها أمه أمي لا تندبي لا فللغة أمته وعشان كده لغة الأم نقولها بكل لغات العالم لغة الأب بلوان لغة أم نقولها لغة أم يعني أزدي نعشت وعبيت ليت يكون كويس لغة أبعبت ونعشت يكون فلغة أم يعني أم لغة كالت بلتتعلم قرمت لغة سالسد بلتتعلم قرمت إنسان لغتين لأمر كلي نفرت ثلاث لغات لأمر ثلاث نفرت وهكذا كويس لكن للغة لكالت وسالسد كم كم لغة أمك يقبئني السيت أب كم أم يقبئني ورح كم أهاي يقبئني اللي يتعارضني ووضكا أو ولدكا ثلاث لغات اللي تعلم طفل دي بل زمن لهليناه الطفل كانت يوم هذي دي بل زمننا ثلاث لغات أربع لغات اللي يأمر الأمون أب حتى لغات لنبر اللي مع وقت له أب حتى لغات لا 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 لنبر فاللي نحنا أهمان نديب ونحنا إريتريين مسلمين ناطقين بالتجري أهمان نديب اللي التجري أول نحنا ما بديل صن حتى نان قدمينا الأهمال حاصلة أنا وان ولدنا واللي للتجري استعمار أسيوب على وباللي أو عوامل كثيرة على لتكتب ولتدرس دي مدارس صن حتى نان وثبت اللي نحنا اللي يعني قلنا حافظ ديبا بنا تعارض الأبوني يعني على حساب اللغة العربية قلت بدلا وانا اللغة العربية خمسة الأول مرات بيلكو اللغة العربية مليار فوق المليار مسلم لتهاجة وادي بعالم بحكم الدين بحكم اللغة بحكم القرآن وتلتمية وخمسين عرب البلدان العربية هلا ولا سبا ديبيا حجزت يكون حتى لو لغة القرآن ما جبي يعني دي منا حجزت يكوني عفوا فميتو للغات محفوظة أبا دين وأبا قرآن وأبا اللي أنا قلت أتعلم ما بيه والحافظ دي بيه لكن على حساب للغة شرين إيشة تتقري على حسابه قلت بقى لبوني فأنا أبل أزيل قناعة لا أزيل بسحقوها أزيل سبت إلي اتأمل خمسة الله بيلك أنا من بدري عند تعلم دفتر على قليه بدري عند تعلم ولدي بسعودية كلمات دي بالدفتر كتب عليكم كلمات تقرأ دي بقرآن دي بشعر لركبه كتب عليكم من بدري الاهتمام على قليه فسبتي للإريتريين من عدمكم فقروا دي بدو العربية ما مشكلة يركبوني قالوا كان وسع عربية لا تقرأ فسبت إلي إنسان أزي في الآونة الأخيرة الدفتر له هو يبدأ مني كتب جيب العلق أزي الكتاب كاتب اللي هو اللي لسان التجري اللي بلي كويس ما وافق لغة العرب من لغة التجري أزي الكلمات اللي معزم من قرآن في قرقوة دي بقى قرآن اللي كلمات اللي سعيد ركات دي بقى لندين تحدي لكتاب الأولاي ميلاد الجديد للبل لا متابعتنا ما هلا ديبو قلا رقبتهم وهتوم مكم هلا ديبو لكتاب كمان ثبت الأتحزي لأرقص لديبو لا بس ديبو أولاي صفحات مش إلا لأرقص هلا كنو كنا أرقص بالتن دبيل كعزي تتقدم كان دهلا دبل اللاسكا لأرقص من قرآن قلنا بروم تناي كل كتاب أزنا إلى كتاب الأولاي لميلاد لبل هلا كنت قابلت بس لا تبقى لقدام لهلا أقول من قرؤ قلنا قرؤ أيوة
مشكلتي كوني أزاي لارسك نقرأه شوية منا كاميرا دي إرحاق نضيفة بزحته اللي الفصل الأول الخروج يوم لا ينسى الثورة دنقلو الجمل من أنت معاناة الفتاة الإريترية اللاجئون ومصدر الرزق السينة السفهاء قلمي إلا قلمي تبل من سعودية قلم على جسدنا كنا فسودان وان مسيكو ديبو حممكو فدكتور جيسكو بالكشف وقلم على جيه قلم سن ساعات بديبو كنا فديبل على فكشف انه ودي حقولا كميش قميصة شاف قركو فكشف انه ودي الباسي رخب كون القلم فإلي قلم بدي مني قلمي فطور على ملهيقمي العنوان يغير كهوني القلم والدكتور بلين ممكن لا سألكوه قل دكتور قلم أقوله مثل صابت رشوتة قل اكتبية دواء أقوله مثل قلم صابت على بلكو دكتور اللي قلم يأتي بلكون بكل أدب هل هذا قلمك يا دكتور؟ قال أي قلت له أوكي كان عندي قلم مثله كويس قلمي هذا اللي يعني قوانين الهجرة في غياب الديمقراطية البحر الأحمر جواز سفر يعني مضيفة الحديث مع البحر السعودية ناس ومواقف جور الجيران منظمة الوحدة الأفريقية الاستعمار الهوية الوطنية هوية المكان هوية الدين هوية الاسم هوية اللغة هوية البيئة هوية الاجتماعية حاجة الناس في الناس الهوية الثقافية وهكذا الفصل السابع بزحته بحر الشمال اللي بحر الشمال اللي بل شوية مرة من اللي يتقولي مرات بريطانيا جيسكو باخيرة عربكو نفر إعلانا بليه يعني مرة أمواج على البحر ويلي فديبو كمان هذا باب البحر الشمال اللي بنسر حقولك الريكو كتب وحر ديبو معانات على ديبو ندقيش هذا اللي يعني مرات اللي الواحد ممكن يقول أنا بالإكتب لا اخترع قوتي اللي لا لواجه النيتو ديبو ديبا باخيرات موج على الإسكابي قدركوني ولا قرفة تحت على في الطوابق السفلى وفجر الجول شباب ما شاء الله وللسألو فواحدة مجموعة من الشباب مرحبا أنا اسمي ماريا مين اسمك؟ أنا اسمي كده وبتيت أمرني من الشأنة طب لأن قمي أنس دبعتكم يشكوني قمي أنس دبعتكم دبيت للقصية قمي أنس دبعتكم مظلومات قمي شعيان شو قوله لابوني حتى قل إناس قمي دبيت للقصية سبت إناس براتو وقمي مظلومات دبعتنا كل قدام ظلومتو سيد ليت أيكوني حقه قيش منا أكان ما قهدي يومس إيكو قدام كل بيني عالكو حتى على الباكية شوية قلت توانس مرحبا كيف الحال اللغة الإنجليزية ما كثيرة شوية حبتين فأنا بالله زي أول مرة تو بريطانيا العزمة قيش اللي هو كيف حالك انت من الشين تبلاني ستوب بكل انفعال ستوب I'm not British I'm Irish تبلاني اللي وكان صوته حد جتني فانا اذكركم الله بيلكم قاتل الله الانجليز برضو دي بعدهم كمان في ناس مستعمرين انا مره ايرن شمالي مشكلتهم بس عقوان دي هون بديت منين شوف فقلت الانجليز يعني كل العالم مشاكلهم فديبو مذكركم يعني غاندي الزعيم الهندي
بيلا كله سمكات دي بحر جوا بحر لبأسر يهومن من قبي أمورو إنجليز قرهان إنجليز كمان بهلتو أزي بيلكو قاتل الإنجليز شوفوا حتى في بني قومهم دي بقدامهم واللي كنا فمننا خارجكو عند جيش في نفس الوقت شاب سليم وولد سعادة هاي مرحبا كيف حالكم كويسين دبلوني له وتما عندهم معانا عايز يعبروا في اللون احنا من ساوث افريكا ونحن اصدقاء هنا وصداقتنا هي يعني ضد نكافح الفصل العنصري في العنصرية الدبلوماسية نحن يا سلام حييتهم أزلي دي يقول كله خزنه وخلاص وما على لباخرات كنتبل سرع موج ولا لي وسلمت يعني صراع ثقافات وين في الماء في حتة ضيقة البحر والموج برضو كتب كودي البحر والموج ماريا مسرت السالني وأنس بالمدي بعدكم ولا بحر من إنسر واللي كله معانات على إلا لا لله فحقوها لا صنعت لا نفس كم جيسكو لتحرير إريتريا تامة دي بريطانيا دهليكو قد مسمس الملها يكرو يعالكو وخلاص حفلت ودول إريتريين وكل الساعي لقدام كل السعي إلا نهار الله أنا بيلكو بيقس ديف عالكو أرد قرمي أمروني جيسكو لالي ورقاتش انطفكو وقلم ثبت ولازم كتب حتى الحفلة والقدام لقيش على والصفة عالكم دي حد الروح وحرد يبقى بين لقيش فرحان فرح شديد فاته وقيش وحليه الليلة دي الليلة دي وحر أنا أفريقي حر لقاننا إلى العالم أفريقي حر الليلة دي ورمان ولد وهكذا قيش وأي واحد ما يصيب السلام قبل له كده فرحان كده فهقوها قصيدة بيلكم دي بالله لنهار لليسك ساعة كم كتب قوة واللي قاتل دي بعلكم اكيتنا حلفت لكفنا قرانا قلنا قبل مسكبنا قدم كفع عدقانا صوتنا عدنا تحررت قل ننبر ونحيا دي فرعنا ودارنا قل نفرح كم بدير وقل نركب مرادنا صوتنا عدنا تحررت يوم سن فرحنا سرقو حديث سرقينا اكيد دي ما ينبر دواريد تأدينا صوتنا عدنا تحررت قلو البلا أماتنا صوت كن قلو البلا أماتنا صوت كن وقاد كن كمشتات أسمرة قندلو اللو أو قنادلو اللو لات كن صوتنا عنا تحررت أبو اللادة عارفت قام لت حبر السماء مطور دول قلت بطر قلت رفع على ما صوتنا عنا تحررت بالي بالفتاينا أمع العبع وتينا حقو بزح قدبو حنا عدنا أتينا صوتنا عدنا تحررت اسكر الشقل ارفع أمع إلا يومتي أبرد وكب الجولاد حامد عواتي صوتنا عدنا تحررت سنيدني دديبة وكلمة حسان حبر قنم بر إسلامنا وكستان قل ولادنا نحسب أبايا لو فتان عد ألبو حوانتو سكاب ألبو كسان إلا سك ساعات أربع ونص الصبح مرات بالتكتب يقدرن الحدث عبقى مقبي مقلي بلتقول إلا يوم مناسب من دبيلك كتب ورقة لك كفة من جديد كتب أنا قل إلا مناسبات يقبين تقول بزح ودي مناسبات بعد قرم كتب أزي... عبرا ديبك نعم